تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا نائب رئيس مجلس قروي أرطاس عوض أبو سوي. سعد أوقاتك. أهلا وسهلا، يسعد مساك مساء المستمعين جميعا. أهلا وسهلا بك. يعني بداية حدثنا، ما الذي جرى اليوم وبماذا نص هذا الإخطار؟ بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حصل اليوم هو قيام ما يسمى بالإدارة المدنية ترافقها جيش الاحتلال بوضع إخطار لوقف العمل في أراضي منطقة جبل أبو زيد، والإخطار يشمل مجموع الأراضي وليس الإخطارا فرديا لمزارع أو لصاحب أرض قطعة أرض واحدة. وهذا الإخطار بمثابة كارثة تحيط بالقرية إذا ما تم وضع اليد على هذه الأراضي من قبل الاستيطان أو الاحتلال على حد سواء. الأرض اللي وضعوا فيها الإخطار واللي حكوا إنها هي أرض تابعة لدولة إسرائيل أو مدينة إسرائيل، هي تتوسط ما مساحته 1770 دنم بالتحديد. ليس 700 دنم وفقا لما تناولته وسائل الإعلام. نعم، 700 دنم تتوسط المجموع الإجمالي، 700 دنم المستهدفة تتوسط ما مجموعه 1770 دنم. نعم واضح. في حال تم الوضع وضع اليد على هذه المساحات، تعتبر جميع المساحات المحيطة على جميع الاتجاهات في قائمة الخطر. نعم. لما بتعرف حضرتك وبيعرف السادة المشاهدين المستمعين إن الاستيطان بتوغل في قطعة معينة، بده ارتداد أمني لشوارع، بده ارتداد أمني للمستوطنة، فبالتالي الخطر يحدث بمجموع 1770 دنم. نعم. الشيء الوحيد اللي محزن الأكثر يعني إلاما إن المنطقة اللي بنتحدث عنها اللي منطقة أبو جيز والأراضي المجاورة هي المتنفس الوحيد التوسع العمراني في القرية. يعني لم يعد هناك مساحات للبناء في قرية أرطاس، بنقدر نحكي بعد هذا القرار على الإطلاق. والدليل أن مستوطنة إفراط غرب أراضي القرية محاذية حاليا للأراضي الفلسطينية، تبعد أمطار معدودة من الجهة الشمالية، لا يوجد أي توسع من الجهة الشرقية، محصورة فقط ما تبقى للقرية من توسع عمراني هو يتجه نحو الجنوب في منطقة جبل أبو زيد والأراضي المحاذية لجبل أبو زيد. وكلنا بنعرف أن قرية أرطاس هي قرية أثرية، يعني فيها معالم أثرية وفيها أيضا طبيعة جميلة. يعني نعم صحيح، هذا الحديث اللي ما فيش اثنين بيختلفوا عليه. قرية أرطاس يمتد عمرها لأكثر من 7000 عام، وللأسف بعض المعالم التاريخية تم دثرها من قبل الاحتلال، وأكبر دليل على ذلك منطقة تسمى دير البنات في محاذية لمستوطنة إفراط، تم السيطرة عليها بالكامل وطمس جميع معالم هذا الدير والذي يعود تاريخه لآلاف السنين. يعني برأيك لماذا يمنع الاحتلال، يعني وفقا للإخطار اليوم، لماذا يمنع بمنع استصلاح مئات الدنمات من أراضي القرية؟ الإجابة بسيطة وسهلة. حسب أطماع الاحتلال في أراضي فلسطين بغض النظر في إرطاس أو غير إرطاس، وضع اليد من أجل السماح للمستوطنين بالانتشار في هذه الأراضي والسيطرة عليها، وبالتالي تضييق الخناق على المواطن الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا وعمرانيا. الأطماع الاستيطانية لن تتوقف عند حد معين، وأطماعهم باستمرار لديهم أطماع بالاستيلاء على مزيد من الأراضي وحرمان الفلسطينيين من هذه الأراضي. والمشكلة التي تواجه الفلسطيني عدة مشاكل. أولا يأتوك بقانون العثمانيين أن الأرض المتروكة لمدة أكثر من 3 سنوات تصبح أرض دولة. بالمقابل أنت كفلسطيني مش مسموح تشق طريق زراعي وتصل هاي الأراضي، فبالتالي هي بدها تصير مهملة ولقمة صيغة سهلة للاستيطان. السبب الثاني عدم المردود الاقتصادي من الأراضي بوجود الاحتلال والمستوطنات، أصبح لا يتلائم الدخل اللي بحصل المواطن لما بروح بتوجه للشغل في داخل المستوطنات. نعم أستاذ، هذا سبب ثاني ومهم. أستاذ أبو سوي، طب هل من تحرك قانوني لحماية هذه الأراضي أو التوجه إلى محاكم من أجل يعني تصدي لقرار الاحتلال هذا؟
نعم احنا من جهتنا كمجلس كروي تواصلنا مع تقريبا معظم اصحاب الاراضي، طلبنا منهم التوجه لما يسمى الاداره المدنيه للاطلاع واخذ معلومات اكثر عن هذا الموضوع، وتعاملنا مع مؤسسه سانتيب اللي هي جهه قانونيه بتتابع هاي الملفات، واضافه لوزاره الدوله وزاره الجدار محامين وزارة الجدار والاستيطان. هذا يعني لدى الاحتلال طبعا. نعم تابع على السلطة الوطنية. نعم التحرك الفوري راح يكون إن شاء الله من صباح غدا إن شاء الله، إنه أصحاب هاي الأراضي مجموعة منهم ينتخبوا مجموعة يتحركوا على ما يسمى بالإدارة المدنية وأخذ هذه الإنذار معهم للإطلاع على النوايا إذا أمكنهم. وبنحاول انه يكون معهم مرافق معهم محامي حتى يسمح لهم للدخول. تعرف بماطلو في عمليه مقابله اصحاب الاراضي من اجل كسب الوقت وتضييع وقت الاعتراضات على هذه الانذارات. هل برايك يعني بعض المواطنين بحاجه الى التوعيه القانونيه من اجل حمايه اراضيهم سواء في أرطاس او في غيرها في من المناطق؟ نعم يا سيدي الكريم، وبشدة بحاجة لتوعية، وأنا من خبرتي في موضوع الأراضي وموضوع مقاومة الاستيطان، كثير من أراضي الفلسطينيين ضاعت نتيجة عدم وعينا بالقوانين اللي بيستخدمها الاحتلال ضدنا. على سبيل المثال القانون العثماني للأرض المتروكة لثلاث سنوات بيعتبروها أملاك دولة. كيف أنا بدي أتعامل مع هذا الملف؟ معظم الناس للأسف الشديد أصحاب الأراضي تنقصهم الخبرة بالتعاطي مع مثل هيك إنذارات ومثل هيك قرارات تصدر عن الاحتلال. هل نستطيع القول إنه يعني هذه الأراضي غير متابعة؟ الأراضي كانت تستخدم للزراعة ولا زال فيها أشجار مثمرة ويتم العمل فيها بشكل دوري موسمي. كانت الأراضي تعاني من مشكلة الوصول لهذه الأراضي اللي بنتحدث عنها في سياق موضوعنا الحالي. كان هناك مشكلة في الوصول لعدم وجود طرق زراعية تمكن المزارع من الوصول إليها، حتى يعني عفوا على التعبير حتى استخدام الحيوانات بغل أو حمار كان صعب الوصول إليها لأنها في جبل متعلق، ولكن مشكورة وزارة الزراعة قامت بشكل عديد من الشوارع ودليل على ان الناس كانت تفتقر لهذه الشوارع، ومجرد ما توفرت هذه الشوارع صار هناك عمل دؤوب في الاراضي من قبل اصحابها سواء على صعيد الزراعه وعلى صعيد العمران، وتم بناء اكثر من منزل في منطقه جبل ابو زيد اللي ساعد المواطنين واصحاب الاراضي والمزارعين الوصول اللي هو شق الطرق. كانت المعاناه لغايه بدايه 2021 انه ما في طرق زراعيه تمكن اصحاب هذه الاراضي من الوصول إليها. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه التفاصيل، نائب رئيس مجلس قروي أرطاس عوض أبو صوي.